حديثي عن استمرار إغلاق المساجد ولا سيما يوم الجمعة، وكذلك إغلاق الكثير من المساجد الصغيرة وكذا، والإبقاء على بعض المساجد الكبرى وفق شروط معينة. الجواب أقوله الآن كما قلته من قبل، بأن هذا الأمر لا يتعلق بوزارة الأوقاف ولا بالمجالس العلمية، إنما يتعلق بوزارة الصحة. إذا كانت ترى وزارة الصحة على أن المساجد ينبغي أن تفتح، فأظن ما على وزارة الأوقاف والمجالس العلمية لأن تقول سمعنا وأطعنا، لأن المسألة ليست فقهية دينية بحتة بقدر ما هي صحية من أجل حماية النفس، ودون أن يضيع الدين، لأن عندما تكون هناك إجراءات لحماية النفس فهذا لا يعني أن الصلاة معطلة. الجمعة معطلة نعم، لكننا نصلي الظهر مكان الجمعة ولنا العذر الواسع بين يدي الله سبحانه عز وجل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، علينا أن ندرك أننا أو أن الإخوان والأخوات أو الكثير من المسلمين الذين يؤلمهم أن تبقى هذه المساجد مغلقة، ينبغي أن نقول بأننا نحن لسنا بأشد تدينا ولا بأكثر حرصا على فتح هذه المساجد. فالعلماء في المجلس العلمي الأعلى ولا في المجلس العلمي المحلية ووزارة الأوقاف ومن فيها، فهم كذلك مسلمون وهم من أحرص الناس ومن أرغب الناس في إعادة فتح هذه المساجد من الآن. يعني ينبغي أن لا يزايد بعضنا على بعض في حب المساجد وعمارة المساجد وصلاة الجمعة وما إلى ذلك. لكن الذي يشوش حقيقة، والذي أنا شخصيا أعاتب فيه وزارة الأوقاف مع احترامي الشديد للأستاذ أحمد توفيق الذي أكن له كل التقدير، إذا كان هناك من عتاب فعدم التواصل، عدم الشفافية، عدم مخاطبة الناس بين الحين والآخر، وإقناع الناس بقضاء 1+1=2، لهذا أبقينا المساجد مغلقة حتى يتفاعل أو تتفاعل الإدارة مع المسلمين، مع المصلين، مع المواطنين. لأن الأخبار الأخرى أو الحجج الأخرى تتناسل وتتعاظم وتتعاظم أكثر في ظل سكوت وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى. ما هي هذه الأخبار التي تتناسل؟ يقولون والله انظروا إلى الأحياء الشعبية، يعني السكان عن بكرة أبيهم بقضهم وقضيدهم في الشوارع رجالا ونساء وأطفالا وبدون كمامات، وهذا واقع. إن شئتم أن أصور لكم بالفيديو بالمباشر في الأحياء الشعبية في طنجة أصور لكم حي حومة الشوك، مسنانات، شرب ديبان، بير الشفاء، إلى غير ذلك من الأحياء الشعبية. يعني ما نراه يعني في شيء من الانضباط في الشوارع، في الأحياء الراقية، في البلايا، في شارع مولاي إسماعيل، في شارع محمد الخامس، في هذه الشوارع. يعني بكل تأكيد الناس منضبطون، لكن في الأحياء الشعبية لا. في الأسواق القرب الأمر غاية في الفظاعة، ما نغطيوش الشمس بالغربال. لذلك الناس يقولون يعني جات حتى المسجد وقفت هذه الكورونا، هذه المقاهي مليانة، ما في، ما يقول ليش شي واحد المقاهي تحت الدار ديالي يوم جوج، يقول لي شي واحد راه كاين مسافة تباعد وكاين الكمامات وكاين الإجراءات وكاين التعقيم، ما كاين حتى حاجة من هادشي إطلاقا. وأيضا إن شئتم دابا نصور، ينبغي أن نكون واقعيين. فهذه الأخبار التي تتناسل إنما قائمة على هذا الأمر، يقولون المقاهي مليانة، وسائل النقل من قطارات وحافلات مليانة، الحدائق العمومية مليانة، الأسواق، الأزقة، الحارات الشعبية، كل ذلك مليء بالناس، وجت حتى المسجد قال كورونا. هذا يحتاج إلى توضيح، لا أقول توضيح فقهي، أنا ما زال كنقول وزارة الأوقاف والمجلس العلمي هذا الجهاز أو هذه الجهة القائمة على شؤون المساجد، أنا في تصوري أنها ليست مسؤولة عن إبقاء المساجد مغلقة. ليس وزير الأوقاف هو المسؤول، ولا رئيس المجلس العلمي، المجلس العلمي الذي رأسه أمير المؤمنين شخصيا ليس هو المسؤول. المسؤول هو وزارة الصحة،
المسؤول هو وزير الصحة حتى هو مسلم، والناس في وزارة الصحة أيضا هم مسلمون، والقائمون على محاربة هذه الجائحة أيضا مسلمون. إذا رأوا أن المساجد يعني هي أشد عرضة لهذا الفيروس أكثر من غيرها فليقولوا لنا، لا نطالب بأكثر من توضيح ومن أكثر من بيان، وسمعنا وأطعنا. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم.